ايه طلع بيعملنا صورة. صورة. الا ماي. الا ماي. الا ماي. نو. لا ما بيحطوا الجاكيت تمهم هيك بيروح سنو. اسمع. الي شو؟ كل شيء الي عنده. كله الي. كله ايده لالي، رجله لالي. كل شيء كل ما عم ما عم الهب الله يرضى عليك محمود الاصل من حما بس مواليد الشام هل انا بش الله يساعدك يا عيسى خايفه انا توعى لانه نحن معكزينها تعكيز عرفت شو القصه تعكيز معكزه أكيد نحن عنا ما في عيد نحن مهجرين إنا من وقت الحرب بسوريا بس منحط شجرة بس كرمال ابننا يعني كرمال يحس بالعيد وإنه ما نو غير عن هالأطفال إنه اللي حاطين شجرات أصلاً يعني كيف إنا نعيد وأطفال حلب كلها عم تموت والدمار والعذاب والعالم جوعانة هنيك وما ملاقية تدفى منا معيدين بس كرمال ابننا يعني وعادات وتقاليد هون غير عادات وتقاليد سوريا أكيد نحن كنا مثلا فترة العيد هلأ عنا فترة الصيام كنا كل يوم نطلع على القداس نحضر أكل العيد أكل راس السنة بالأخص يعني نتجمع العيلة كلياتنا هلأ صرنا مشتتين يعني كل واحد ببلد كل واحد بمحل ما اكيد ما في عيد ما لنا معيدين وبتمنى اني ارجع لبلدي عيد هنيك عيد مع اهلي عيد مع قرايبيني مع جيراني نرجع نلتم كلياتنا على طاوله وحده النظام السوري انه يشفق على هالعالم حرام عم بيخرب بيوت عم بيموت اطفال عم بيدمر يعني امهات حرام بتكون مربيه اطفالها وتعبانه فيها وصارفه عليها ومعلمتهم وشهادات وكل شيء وبالاخير بتشوف ابنه ميت او تحت الردم بتطالعه يعني ليش الظلم حرام هذا اسمه ظلم كل انسان كل بني ادم كل ام كل اب ابنه عزيز عليه هذا ظنا فبتمنى من النظام السوري الرحمه والشفقه على الشعب السوري حارب الارهاب ما في مانع لا تحارب الارهاب حارب الارهاب بس بعيد عن الشعب ما في داعي تزت البراميل وتفجر تروح بيوت تروح أطفال صغار ما لهم ذنب بالحرب هدول ما لهم ذنب بالحرب أنا هربت كرمال ابني أنا ما بتخيل ابني هلأ عايش بحلب يطالعوا لي إياه من تحت ردم بناية أو عايش بدون أكل يعني صحي وضعنا على أدنى يكتر خير الله الحمد لله منشكره بس منضل هون عايشين أحسن من سوريا أفضل من سوريا بكتير عندي تخوف إذا رجعت على سوريا أكيد نحن منا بدهم يذبحونا هذا شيء يعني ما في مهرب منه انا اهلي ساكنين بمنطقه مسيحيه صيدنايه يعني فبقيوا قبل فتره 4 أشهر ممنوع جراس الكنايس الدق ممنوع المره تطلع لبرا ممنوع الزلمه يدخن لكان طفل بيذبحوه بيطبخوا عليه رز وامه بتقعد بتاكل من لحم ابنه هذا مانو ظلم ظلم هاد عم بيحاربهم كمان عن طريق الاكل عم بيحرمهم الاكل عم بيغلي طب ليش عم تعمل هيك؟ شو ذنب الشعب؟